الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي ما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي. وقال أيضا: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. Respected brother Ahmed, see that with permission from the representative of the bride, that is Haji Ahmed Yusuf Desai, and the two witnesses being brother Suleiman Desai and brother Muhammad Desai, with the mehr being stipulated, I hand over Sister Amina Desai into your nikah. Do you accept Amina as your wife? Say after me: nakahtuha wa qabiltuha. I've married her and have accepted her. Barakallahu baraka alaykuma wa jama'a baynakuma bil khair. Allah ta'ala grant you al-barakati in your nikah, protect you from all sorts of fitna and fasad and difficulties and hardship. Standing in the back. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات من المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. جزا الله أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومطاعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.